كل إنسان إذا تحدث تحدث بمفردات صنعته. فمن أمثلة ذلك قيل الوراق ما السرور؟ قال: جلود وأوراق وحبر براق وقلم مشاق. وسئل وراق عن حاله فقال: عيشي أضيق من محبرة، وجسمي أدق من مسطرة، وجاهي أرق من الزجاج، ووجهي أشد سوادا من الزاج، وحظي أخفى من شق القلم، وطعامي أمر من العفص، وسوء الحال ألزق بي من الصمغ. ووصف بعض الخطباء فرسا فقال: كأنه إذا علا دعاء وإذا هبط قضاء. ونظر مروان بن أبي حفصة إلى ابنه أبي الجنوب وهو يصلي صلاة خفيفة فقال له: يا بني صلاتك رجز. وكان من دعاء أيوب الطبيب: اللهم اسقنا شربة من حبك تسهل ذنوبنا. وسئل بختيشوع الطبيب عن حرب شهدها فقال: لقيناهم في مثل صحن المارستان، فما كان إلا بقدر ما يختلف الإنسان مجلسي حتى تركناهم في أضيق من محقنة، فلو طرح مبضع لما سقط إلا على أكحل رجل. وكان يوسف بن أبي الساج الحداد يقول: مثل الإخوان كالسلاح، فمنهم من هو كالرمح تطعن به من بعيد ثم يعود، ومنهم من هو كالسهم ترمي به من بعيد ولا يعود، ومنهم من هو كالمجن تتقي به من النوائب، ومنهم من هو كالسيف الذي لا ينبغي أن يفارقك في السفر والحضر ليلا ونهارا. ونظر نداف يعني منجد إلى غيم متقطع في السماء فقال: كأنه قطن يندف في ديباج أزرق. وسأل المعتصم جعفر الخياط عن حرب شهدها فقال: لقيناهم في مثل سوق الخلقان، واصطفت الصفوف كأنها ضروز، وتشابكت الرماح كأنها خيوط، فلو طرحت إبرة لم تقع إلا على درز رجل. وقال خياط لابنه: يا بني لا تكن كالإبرة تكسو الناس وأنت عريان. وقال محمود البزاز للصاحب: لا زال سيدنا في سلامة مبطنة بالنعمة، مطرزة بالسعادة، مظاهرة بالغبطة. فقال: يا أبا أحمد أحسنت، قد أخذتها من صنعتك. وقال نحوي: عزلت ولم أذنب ولم أك جانيا، وهذا لإنصاف الوزير خلافه، حذفت وغيري مثبت في مكانه كأني نون الجمع حين يضاف. وله: أدرجت في أثناء نسيانكم حتى كأني ألف الوصل. ولآخر: لنا صديق خير أحواله إذعانه للخير والشر، ينجر في كل جر فلا تراه يوما غير منجر، كأنه باب المضاف الذي ليس يواتيه سوى الجر. وقال آخر: أنا من وجوه النحو فيكم أفعل، ومن اللغات إذا تعد المهمل. وقيل لوراق ما السرور؟ قال: جلود وأوراق وحبر براق وقلم مشاق. وسئل وراق عن حاله فقال: عيشي أضيق من محبرة، وجسمي أدق من مسطرة، وجاهي أرق من الزجاج، ووجهي أشد سوادا من الزاج، وحظي أخفى من شق القلم.
وطعامي أمر من العفس، وسوء الحال ألزق بي من الصمغ. وهجا بعضهم رجلا فقال: ما فيه من عيب سوى أنه أبغى من الإبرة والمحبرة.